أحسن الله إليكم. في سؤال آخر تقول: هل يجوز المسح على الشراب في الوضوء، وهل تجوز الصلاة دون شراب؟ إذا كان الشراب ساترا لمحل الفرض فإنه يجوز المسح عليه، كما يجوز المسح على الخفين، لورود الدليل بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوارب شرطا تكون ساترة للمفروض، أي ساترة لجميع الرجل، من ساترة للكعبين وما تحتهما، هذا هو الصحيح إن شاء الله. وإذا مسحت على الجوارب إنه ثم خلعتها بعد ذلك بطل وضوءها، شرط أن يستمر الجوارب حتى تؤدي الصلاة. نعم. السلام الله إليكم. تقول: هل تجوز الصلاة دون شراب؟ هذا هو، إذا مسحت عليها لا تجوز الصلاة فيها، لأنه ينتقض الوضوء. نعم. وأما إن كان قصدها صلاة يعني تكون مكشوفة القدمين فهذا لا يجوز، يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة وأن لا يبدو الشيء من جسمها ما عدا الوجه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، وأما البقية يجب عليها ستره بما في ذلك القدمان. نعم.